أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يعقد في 10 مساء اليوم الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي مع الترجي التونسي التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل في مستهل مباريات الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع كل من محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي وكذلك محمود حزين وعلاء صلاح مدير أمن النادي على أن يقام الاجتماع في مديرية أمن الأسكندرية ويناقش الاجتماع جميع الترتيبات الأمنية والتنسيقية بمباراة الأهلي مع الترجي، فيما عقد مرجان اجتماع خاص أمس مع مسؤولي شركة فالكون المسؤولة عن بيع وتسليم تذاكر المباراة وتأمين اللقاء وفقا للاشتراطات الأمنية. أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي أنه أغلق ملف مباراة الأسيوطي التي أقيمت أمس الاثنين على ملعب السلام في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، مشيرا إلى أن البطولة انتهت والتفكير حاليا سيكون منصبا على بطولة إفريقيا، فيما شدد المدير الفني للأهلي على أن بطولة الدوري أبطال أفريقيا هو الحلم الذي يبحث عنه الجميع داخل النادي، مؤكدا أنه لا مجال للتفريط في هذا اللقب رغم التحديات التي تواجه الفريق. وطالب المدير الفني بإغلاق ملف الحديث عن مباراة الكأس بسبب ضيق الوقت، مؤكدا أن الفريق أمامه مباراة في غاية القوة أمام بطل تونس وعلى ثقة تامة في جميع اللاعبين لتحقيق الفوز وتجاوز الكبوة. يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في 9 صباح غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الترجي التونسي ببطولة أفريقيا، فيما منح الجهاز الفني للاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد مواجهة الأسيوطي أمس في دور الثمانية بكأس مصر. وقرر الجهاز الفني الدخول في معسكر مغلق غدا بالأسكندرية استعدادا للقاء على أن يخوض مرانه يوم الخميس على ملعب الفرعي ببرج العرب. ينتظم سعد سمير مدافع الأهلي تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق ابتداء من الغد بعد تعافيه بشكل كبير من إصابته بكدمة في الركبة والتي لحقت به في مباراة الزمالك بالدوري العام. وأوضح الجهاز الطبي للفريق أن سعد سيخضع لفحص طبي إضافي بعد نيران الغد للتأكد من تعافيه بشكل نهائي من آلام الركبة، وبالتالي الدخول في حسابات الجهاز الفني للمباراة المقبلة في حالة جاهزيته طبيا. ينتظم غدا المدافع التونسي علي معلول في تدريبات النادي الأهلي بعدما تعافى من إصابته بكدمة في الكاحل والتي تعرض لها خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة الأسيوطي. ويعد معلول أحد الحلول حسام البدري المدير الفني للفريق والوارد الاعتماد عليه في المباراة المقبلة، خاصة بعدما خضع لفترة تأهيل طويلة بعد إصابته مع المنتخب التونسي في المعسكر الأخير. تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من نادي الترجي التونسي يفيد بوصول بعثة الفريق التونسي غداً الأربعاء إلى مطار برج العرب على متن طائرة خاصة. وخصصت إدارة الأهلي أحد الإداريين بفريق القرى لمرافقة بعثة الترجي أثناء فترة إقامتهم في مصر وتلبية كافة مطالبهم، وذلك في إطار العلاقة الجيدة التي تربط الناديين الشقيقين. We'll be right back.
أعلن الجهاز الفني لنادي الترجي التونسي قائمة اللاعبين التي ستواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وتضم القائمة 21 لاعباً وهم معز بن شريفية، علي الجمل، سامي حدربالي، أمين المساكني، حسين الربيع، أيمن بن محمد، شمس الدين الذوادي، خليل شمام، فرانكوم، فرانسيس كوليبالي، وغيلان الشعلالي، محمد علي منصر، وسعد بقير، وأنيس بن حتيرة، وأنيس البدري، ياسين الخنيسي، يوسف البلايلي، بلام المجري، آدم الرجايبي، وهيثم الجويني، وماهر بالصغير. أقام النادي الأهلي بالجزيرة احتفالية لتكريم الموظف والعامل المثاليين عن شهر إبريل الماضي تحت رعاية محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وذلك تزامنا مع عيد العمال، فيما قام خالد مرسي مدير المقر بتسليم خالد موسى من إدارة العلاقات العامة جائزة الموظف المثالي، فيما حصلت أسماء محمد رابح على جائزة العامل المثالي، وتم منح الثنائي جائزة مالية وشهادة تقدير. وأكد خالد مرسي أن مقر النادي بالجزيرة حريص على إقامة حفل شهري لتكريم العامل والموظف المثاليين، وأن يوم التكريم شهد إقامة مهرجان رياضي شارك فيه العاملون بالنادي، مؤكدا سعادته هو شخصيا بالمشاركة في مباراة خماسي ضمن الاحتفالية. وشدد مرسي على أن هذا الاحتفال هو رسالة تأكيد على قوة الترابط بين جميع الإدارات بالنادي. أكد ثروت صويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه لم يتحدد بعد موعد تسليم النادي الأهلي درع الدوري بعدما حسم اللقب رقم 40 في تاريخه هذا الموسم. وقال صويلم أن اتحاد الكرة سيحسم موعد تسليم درع الدوري خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الجبلاية حريصة على منح الأحمر درع الدوري في أجواء احتفالية تليق بالاتحاد وبطل الدوري. والجدير بالذكر أن الأهلي يتبقى له مباراة واحدة بالدوري أمام المصري، والمنتظرة إقامتها يوم 22 مايو الجاري على استاد برج العرب. بدأ اتحاد الكرة مفاوضاته مع نظيره المغربي لإقامة مباراتين وديتين بين المنتخب الوطني لشباب الصالات في البلدين ضمن برنامج الإعداد لأولمبيات الشباب في الأرجنتين. وتأتي المفاوضات مع المغرب بناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هشام صالح، خاصة وأن المنتخب المغربي يعد من المنتخبات المميزة في كرة الصالات، ومواجهتها وديا يعتبر احتكاك قوي للاعبين قبل الأولمبيات. وكان المنتخب الوطني لشباب الصالات صعد لأول مرة لأولمبيات الأرجنتين بعدما هزم أنغولا 6-2 ذهابا و3-2 إيابا في القاهرة. يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً يوم الخميس المقبل لحسم عدد من الملفات المعلقة على رأسها شكل الممتاز به الجديد. كان اتحاد الكرة أعلن أنه يفكر في إقامة الممتاز به الجديد من 18 فريقاً على أن يهبط باقي الفرق إلى الدرجة الأدنى، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من الأندية. ويحسم اتحاد الكرة قراره النهائي الخميس المقبل سواء بتطبيق الشكل الجديد للممتاز به الموسم المقبل أو تأجيله للموسم بعد المقبل. الالتزام.
بتعلم بتحرك ببص لقدام وإلى متابعة الألعاب الأخرى. يجري عبد الحليم عبو لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي خلال الساعات القادمة عملية جراحية في غضروف الركبة، ويجري لاعب الجراحة في الغضروف الداخلي والغضروف الخارجي إلى جانب عمل منظار استكشافي للتأكد من عدم وجود مشاكل طبية. كان عبو قد عانى من الإصابة في وقت سابق ولجأ إلى مسكنات لاستكمال مباريات الفريق على مدار الموسم. يواصل إبراهيم الجمال لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أداء برنامجه التأهيلي الذي يخضع له للتعافي من إصابته بشد في عضلة السمانة. وحرص الجمال على أداء التدريبات العلاجية للتخلص من الإصابة، فيما اعتذر الجمال عن المشاركة في معسكر المنتخب الوطني بعدما أخطر الجهاز الطبي بإصابته وقدم التقارير والأشعة التي تثبت خضوعه للعلاج الطبيعي. بدأ اليوم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش في الجولة قبل الأخيرة من الدورة المجمعة الثانية لنهائيات بطولة الدوري والمقرر لها يوم الجمعة القادم، ويكثف الجهاز الفني استعداده للمباراة من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات والحفاظ على صدارة الترتيب قبل مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة من البطولة. يغيب محمود عاصم لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي 3 أسابيع عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة بنهائيات بطولة الدوري. وأكد الجهاز الطبي غياب اللاعب بعد إصابته بشرخ في أحد أصابع القدم، حيث تم وضع جبيرة جبس حول مكان الإصابة، وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في كل مبارياته بالدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل الدوري، فيما تبقى للفريق مواجهة طلائع الجيش والزمالك لحسم لقب البطولة. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي أخبار النشرة الرياضية. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع. الأهرام سبورت: أجايي يغيب عن الأهلي أمام الترجي. الأخبار: الأهلي يفتح الملف الأفريقي ويستعد للترجي. المصري اليوم: معلول جاهز للقاء الأهلي أمام الترجي. الوطن: الأهلي يفقد أزارو أمام الترجي.
الشروق حمودي يشارك في المران الجماعي للأهلي غدا استعدادا للترجي. اليوم السابع الأهلي يدخل معسكرا مغلقا في الإسكندرية استعدادا لمواجهة الترجي. فيتو حسام البدري، أغلقنا ملف الكأس وتركيزنا الآن على أفريقيا. الأهلي دوت كوم، الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة الترجي. يورو سبورت عربية، خطة سحرية من البدري لهزيمة الترجي في الإسكندرية. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار على قناة النادي الأهلي. شكرا لحسن المتابعة، نشوفكم إن شاء الله في يوم جديد ونشرة أخبار على قناة النادي الأهلي. نشوفكم على خير.